مقابل مبلغ بسيط من الجائزة سلم المحتلان عاصم إلى رجل ليأخذه إلى الشرطة. وعندما اكتشف هاني أن عاصم أصبح عند شخص اسمه السيد نبيل أسرع إلى منزله علّه يساعد عاصم على الخلاص. انتظر يا عاصم، أنا قادم لمساعدتك. هل ترى المكان يا لولو؟ ها؟ تريد؟ هل عندك عمل لي؟ أريد أن أعمل. ماذا؟ إنك مجرد طفل، الرجال فقط يعملون هنا، نحن لا نحتاج إلى طفل، ألست معي فؤاد؟ صحيح يا مالك، انظر إنك تحتاج إلى مثل هذه العضلات. لابد من وجود عمل أستطيع القيام به. أريد أن أسأل السيد نبيل، أنا يمكن أن أجده؟ إنه يعيش في ذلك الاتجاه، ولكنك تضيع وقتك. شكرا على كل حال. ترى أين وضع عاصم؟ ابتعد عن الطريق يا غلام. لقد وجد هاني أن السيد نبيل يدير مصنعا للأخشاب، ولكنه لا يرى أي مكان من المحتمل أن يكون قد خبأ فيه عاصم. مفهوم؟ وإلا سوف أخبر السيد نبيل عندما يعود إلى البيت عن الضوضاء التي أحدثتموها. إذن السيد نبيل غير موجود في البيت، ماذا يجب أن أفعل يا لولو؟ النجدة! لقد انهارت الأخشاب! أصيب أحدهم! أوقفهم قبل أن تصل إلى الماء. لا، إن ذلك الزورق لنا. هيا انتظر لحظة. ماذا تفعل هناك؟ إن ذلك الزورق لنا، لقد حطمتموه، لقد حطمتموه. لماذا كان موجودا هنا على كل حال؟ ها؟ ولن أخرج من هنا. أخرج أيها الصبي. هيا. لقد ذهب الزورق، لقد خسرنا ملابسنا ومأكولاتنا وكل شيء. أنا آسف أيها الصبي الصغير. هل أتى سيد نبيل؟
نعم هذا صحيح، سوف نصنع لك زورقا آخر، إن هذه منجرة للخشب، لا تقلق أبدا أبدا. أشكرك يا سيدي، أفضل البقاء هنا والحصول على عمل، هل تسمح بذلك؟ أنت صغير جدا. سأعمل أي شيء يا سيدي، سوف أبقي هذا المكان نظيفا ومرتبا صدقني. على كل حال يمكنك البقاء هنا حتى نعمل لك زورقا آخر، اطمئن. شكرا. وهكذا وجد هاني عملا هنا، ولكن لا يوجد لديه أي فكرة أين يمكن أن يعثر على صديقي عاصم. لقد علمت أن السيد نبيل استأجر رجلا جديدا. لم يستأجر، لكن سيبقيه عنده، هذا ما سمعت السيد نبيل يتحدث عنه، قال سيعيده إلى بلده عن طريق القاضي لأنه كان متهما بقتل يتيم هناك وهرب من عمله. هذه هي القصة كلها. هل سمعت عن المحتلين الاثنين في البلدة؟ إنهم يتحدثون عن عاصم. اضربوهم، يجب أن نعاقبهما، محتالين محتالين، اضربوهما اضربوهما. على رأسه محتالين، لقد قبضنا عليهما. خذ هذه مني. هاني لا يشعر بالشفقة على الاثنين لأنه دائما يتذكر ماذا فعل هذان بعاصم. خذ هذه على رأسك، خذ. يجب أن يكون عاصم في ذلك الكوخ، ما رأيك يا لولو؟ ها؟ مع طبق، هل ذلك للكلاب؟ هل الكلاب في ذلك الكوخ الكبير؟ إن ذلك بطيخ أحمر. عفوا أنت. أرجوك. أنت الولد الجديد في هذا المكان، ماذا تفعل عندك؟ أخبريني ماذا يوجد بداخل هذا الكوخ. لا شيء، فقط الكلاب. لقد رأيتك تحضرين قطعة من البطيخ الأحمر علما بأن الكلاب لا تأكل هذا الطعام. هل تأكل الكلاب بطيخا أحمر؟ هل يوجد أحد في الداخل؟ كلا، أخرج أخرج من هنا وإلا سوف أخبر السيد نبيل عنك. لا داعي، سوف أذهب. ولد كثير الغلبة. هاني. عاصم، حمدا لله. هاني، إنني أستطيع سماع لولو أيضا. شكرا على قدومك يا هاني، ولكنني لا أعتقد أنه سيكون بإمكاني الهرب من هنا، إن القاضي سيحضر هنا في وقت قريب وسوف يسلمون إليه. لقد عادت الكلاب. هذا الكلام الذي تقوله يا عاصم، سوف أخرجك من مكانك. Huh?
جائعة، إلزم الصمت. إن لساء جن. ياه، إنها تسبب لك إزعاجا. ما هي علاقتك بذلك يا ولد؟ أنت لا تحبين الكلاب، هل تحبينها؟ فكرة عظيمة. اسمحي لي، اتركي الأمر لي، إنني أعرف كيف أعمله. انظري، أترين؟ هذا غير معقول. من الآن فصاعدا سوف أقوم بإطعام الكلاب. لا بأس في ذلك، أقدر لك ذلك. رغم كل شيء فإنك ولد مفيد. أشكرك يا بني. والآن انظري إلي وتذكريني جيدا. ها، انظري إلي جيدا. ماذا تعمل عندك يا هاني؟ إنني أحفر نفقا لك لتهرب، سوف لا يستغرق وقتا طويلا. إن الأرض أطرى مما كنت أتوقع. ولكن ماذا سيحدث إذا اكتشفوا ذلك؟ بالكلاب فيما بعد، أليس كذلك؟ يوجد حفلة هذه الليلة في بيت السيد نبيل، وأنا ليس لدي أي وقت للإشراف على الكلاب. هل فهمت؟ حاضر يا سيدتي، سأهتم بها. هذه الليلة سوف أنقذ عاصم. كل واحد سيحصل على وجبة جيدة. عاصم، هذا أنا. ماذا تفعل هنا في هذه الساعة يا هاني؟ سأعود هذه الليلة يا عاصم. هاي أنت، ابتعد عن الطريق، ابتعد من عندي، ابتعد. لماذا؟ يوجد هناك شيء يجب أن لا تعرف ما هو. ابتعد، ابتعد عن. نعم يا سيدتي. تذكريني الآن، شميني جيدا ولا تنبحي عندما أعود في المرة القادمة. ها، لا تنبحي. كل عام وأنت بخير يا سيدتي. شكرا على الدعوة. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير يا سيدتي. اصبر يا عاصم. إلزم الصمت، إن هذا ليس لك. أنا آسفة، لابد أنك جائع الآن. أنا جائع جدا يا سيدتي. يوجد عندنا حفلة هذه الليلة، لقد أحضرت بعض الطعام لك. كريمة جدا يا سيدتي. إنك لا تستطيع أن تتذوق الطعام في الظلام.
ولهذا سأبقي المصباح لك. إنني لا أدري كيف أشكرك. أسرع هاني. لا أدري كيف أشكرك يا هاني. أسرع يا عاصم، يجب أن أسرع. لكن يجب أن أتخلص من هذا. انتظر انتظر لحظة. استعد. نجوت. هيا. لولو، أخبرتك أن تنتظر في الخارج. كان من الواجب ألا تلحقني. هذا أنا، تذكرون؟ هذا أنا، لقد أحضرت لكم طعاما. هذا كل شيء، هذا شيء جديد. تعال يا عاصم. لقد هرب الرجل. الحقوه، لا تدعوه يهرب. توقف توقف بسرعه يا عاصم. توقف، انتظر مكانك. انتظر مكانك. توقف. هاني استمر في الرد يا عاصم. كلا، لن أستمر، سوف لا أتركك. انتظر، انتظر مكانك. اذهب إلى النهر يا عاصم، دع المياه تغسل دم، سوف لن تتبعنا الكلاب في الماء. انظر، إنه قارب، لقد خبأه هنا ليهربا. حطم، دعنا نفتش الجزء المنخفض من النهر. حسنا قارب، لن يكون بإمكانك أن تهرب وأنت تحملني. اذهب وحدك. لا، لن أفعل ذلك يا هاني. إذا بقيت هنا فسوف يلقون القبض علينا. هيا اذهب أرجوك. أنت مصاب يا هاني، مجروح، لا يمكن. أنا بخير يا عاصم، أنا بخير. هاني أرجوك يا عاصم، اذهب أرجوك. هاني. 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 عاصم، عاصم، لا تعطيني الفرصة لألقي القبض عليك. مع السلامة.
هاني ساعد عاصم على أن يهرب من أسره، ولكنه أصيب في ساقه. فهل يستطيع عاصم أن يهرب إلى شاطئ الأمان؟ وماذا سيحدث لهاني بعد الآن؟